السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل خير عسى يدوم الذي منك عودتنا إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. نور حياتك بالصلاة، نور حياتك بالصلاة. لازلنا يا إخواني في الله بنتكلم مع هذا الموضوع الخطير، مع قضية ترك الصلاة، مع قضية الاستهانة بعمود الدين في المجتمع، مع قضية الاستهانة بالصلاة في المجتمع. لازلنا نتحدث مع هذه القضية الخطيرة، القضية العظيمة، قضية الصلاة. إخواني في الله تخيلوا كده، أنا عايزك تعيش بقلبك معايا، يعني مع مليارات الملائكة في السماوات مالية السماوات كلها وبقالها آلاف السنين سجدة لله سبحانه وتعالى. لحظة ما القيامة هتقوم الملائكة دي هترفع رأسها من الصلاة والسجود بين إيدين ربنا وتقول له كلمة واحدة بس لما تشوف الميزان، تقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. بعد كل الصلاة دي، بعد كل السجود ده، بتقول لربنا كده. امال انت هتقول له ايه؟ امال انت هتقولي لربنا ايه؟ هتقولي ربنا ايه ساعتها يلي فرطت في الصلاة؟ هتقولي لربنا ايه ساعتها يلي عشان بتحطي منوكير، يلي عشان عامله شعرك لجوزك او لغير جوزك، يلي عشان بتقولي انك مشغولة في حياتك، يلي عشان بتقول ان العمل عبادة، يلي عشان بتقول ان الجنيه بيجي بطلوع الروح. ما عنديش وقت ليك يا رب، عندي وقت للمذاكرة، وعندي وقت للدراسة، وعندي وقت للشغل، وعندي وقت للتجارة، وعندي وقت لمراتي، وعندي وقت لاصحابي، وعندي وقت للجيم، وما عنديش وقت ليك يا رب، عندي وقت لكل حاجة اللي انت مش قادر يا رب افض 10 دقايق ليك لما تناديني عشان اقف من ايديك يا رب. يا جماعة هنقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه لما يقولك ان البوذي الضل كان بيصلي واليهود الضل كان بيصلي وانت اللي عارف ربنا المسلم المؤمن الموحد ما كنتش بتصلي؟ هتقول له ايه؟ هتقول لربنا ايه لما يقولك انا نزلت لك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام بهدية اسمها الصلاة من المعراج، 5 هدايا في اليوم بديهم لك وكل يوم بترفض الهدية بتاعتي، لما يقولك انا بعت لك هدية اسمها الصلاة رفضتها ليه؟ هتقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ انا لسه حاطط ايدي على قلبي يا جماعة وانا بتكلم معاكم عن الصلاة، لسه حاطط ايدي على قلبي. احسن ما تقدرش ان اللي بيكلموك عن ربنا دول اكتر ناس بتحبك، اكتر ناس خايفة عليك، اكتر ناس بتضحي بحياتها وبمالها وبعمرها عمرها عشانك انت، عشان انت تبقى اقرب واحد لربنا. انا لسه جاي وحزين من يومين، لسه مسلم في وسط افريقيا، يعني هناك خدوه ولعوه حرقوه هو حي، حرقوه حي. شوف المسلم بيحصل فيه ايه في الدنيا، وانت مش بقولك مش قادر تنصره، ده انت مش قادر لسه تصلي اصلا، ده انت لسه هنا. انا لسه مكسوف يا جماعة، مكسوف من الوقفة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، مكسوف لما ربنا يسألنا الهدية بتاعتي ردتوها ليه، هتقوله ايه؟ مكسوف لما ربنا يقولك اي حد كان ينادي عليك كنت بترد عليه، مدير الشغل كنت بترد عليه، اي واحدة كنت بترد عليها وانا ما كنتش بترد عليها ليه؟ هتقول لربنا ايه لما يقولك سجدة واحدة من ابليس مرضاش يسجدها طردته من 7 سماوات وانت كل يوم 34 سجدة ما كنتش بترضى تسجدها، وديك اليوم اللي بعده، وديك فرصة السنة اللي بعدها، وديك فرصة 5 سنين كمان و10 سنين كمان، ليه؟ هتقول له ايه؟ انا عارف ان في ناس هتقول لي دلوقتي عم الشيخ بص بقى عم الشيخ انت هتتكلم بصراحة، هنتكلم بصراحة ومش هنحور، بس لو انت هترد عليا بصراحة انا دلوقتي بتقول هقول لربنا ايه؟ هقول لربنا حاجات كتير قوي. انا هقول لربنا انا كنت مشغول يا رب، انا كنت يا رب ما عنديش دقيقة ابص حوالين نفسي، انت يا عم المشايخ مستسهلين الدنيا وفاكرين ان الدنيا سهلة، الدنيا صعبة، ده احنا بتطلع روحنا عشان نجيب جنيه واحد ناكل بيه عيالنا، وانا عندي ترم و100 ترم و100 ترم
واحد هيقول يا عم الشيخ ما العمل عبادة وانا بخدم الامة برضه، ده انا عم الشيخ شغال في قهوة، والله لو رحت اصلي وسبت الناس الحجر هيتحرق، وانت عارف ان احنا بنكيف الامة، وعارف ان احنا بنريح الشعب، وعارف ان الناس بتجيلنا وهي تعبانة ومتضايقة بيخرجوا هم مزاجهم عنب، يعني انا عم الشيخ بخدم المجتمع برضه وبعمل دور عظيم برضه. واحد هيقول يعني انت عايز تقول لي ان 90 مليون مصري مسلم منهم لو منهم 20 30 مليون ما بيصلوش، عايز تقول ان ال20 مليون دول رايحين النار؟ مين اللي قال لك كده؟ طب انا ما بصليش واحسن من ناس كتير بتصلي، وعلى فكره انا قلب ابيض وبتصدق وبعمل. واحد هيقول يا عم الشيخ ده انا بقى 10 سنين ما سجدتهاش. يا عم الشيخ باظت انا عارف انها نار نار ولا اعوذ بالله. واحد تاني يقول انا الصلاه تقيله على قلبي، ساعه الاذان بتقطع بس مش عارف اعمل ايه، ما اناش عارف اعمل ايه عشان بره وانا في الشارع اقلع الجزمه واتوضى، مش الموضوع صعب جدا والميه بتبقى الفجر تلج، مش عارف الصلاه تقيله قوي كان جبل على قلبي ساعه ما بسمع الاذان. واحده هتقول طب انا اعمل ايه، انا يعني لو انا جيت اصلي انا ورايا عيال ورايا زوج ورايا حياه، نعمل ايه نعمل ايه فضيله الصلاه؟ شاب تاني يقول يا عمو انا يا عمو مشغول جدا، يعني انا كل يوم في ايفنت مع اصحابي، انا النهارده في ديش بارتي وبكره في فيستيفال كلر وبعده يا عمو الشيخ عاملين طلعه بيتش تايم، انا مشغول، ولو سبت اصحابي ورحت اصلي في الجو ده هيعملوني اللبانه بتاعتهم، ده هيمسكوني تريقه للصبح يقولوا لي لما انت بتصلي امال جاي معانا هناك ليه، ولا طالع معانا في المكان الفلاني ليه؟ مشاكل يا اخوانا، تعالوا نكلمهم، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا نتحاور مع بعض، تعالوا نفتح قلوبنا لبعض، تعالوا نشوف اللي ما بيصليش ده ما بيصليش ليه. اول واحد سمع واحد وهو بيقول انا مشغول، انا ما عنديش دقيقه، انا ورايا شغل، انا ورايا دراسه، انا ورايا تجاره، انا وقتي مهم، انا مش عارف اعمل ايه، نفسي اصلي والله بس مشغول جدا. هتقول له ايه حبيب قلبي؟ يعني انت نفسك تصلي ولكن مشغول جدا، الدراسه اللي ربنا اداها لك دي اسمها نعمه، الشهاده دي نعمه، مراتك اللي شغلك دي نعمه، تجارتك اللي شغلك دي نعمه، لو انت اتشغلت بالنعمه عن المنعم خاف انك تبقى اتشغلت بالنعمه عن المنعم من ناحيه، وان المنعم ياخد منك النعمه عشان تفضله بقى، ما انا لما اديتك النعمه اتشغلت بيها عني، خاف ان ربنا ياخدها منك عشان تفضل انك انت تصلي، ولا انت نفسك تبقى من اهل قول لا لئن شكرتم لازيدنكم. يا اخوانا مثل شاب عجبته بنت زي القمر تحل من على حبل المشنقة، راح لوالده قال له يا ابويا انا هموت ان انا اتجوز واحدة، قال له تعالى يا ابني من عينيا الاثنين، امال انا بحوش طول عمري ليه غير عشان اجوزك جوازة حلوة؟ ابوه راح يتقدمه للبنت، بعد ما خرجوا قال له ايه رأيك يا والدي؟ قال له رأيي في ايه؟ قال له رأيك في العروسة اللي انا اتقدمت لها؟ قال له عروسة ايه؟ قال له البنت دي، قال له بنت ايه؟ انت حتة شاب لا رحت ولا جيت، انت اتجننت، انت تتجوز العروسة دي؟ قال له امال ايه؟ قال له انا اللي هتجوزها، ده عروسة زي القمر، انت شاب زيك اللي يتجوز، قال له تتجوزها؟ انا جايبك تتجوزها لي تاخدها مني؟ قال له لا يمكن، قال له خلاص هروح ابلغ فيك البوليس، قال له تعالى انا وانت على البوليس، راحوا للضابط قالوا له حضرة الضابط الراجل دوت ابويا خدته معايا يتقدم للواحدة قال انا لاتجوزها، قال له يا راجل حرام عليك تعمل كده مع ابنك، هاتوها عشان اشوف بقى هي هتختار مين منكم. اول ما الضابط شافها قال ايه ده، دي اللي انت وابنك هتتجوزوها؟ دي لا تتجوز واحد زيك ولا واحد زي ابنك، ده عايزه واحد عظيم زيي، ده عايزه واحد لقطه في المجتمع زيي، ده عايزه واحد له مركز زيي. التلاته اتخانقوا كانوا هيموتوا بعض، قالوا نروح لحاكم البلد، راحوا لحاكم البلد قال لهم يا جماعه ايه يعني واحده لا راحت ولا جت؟ ايه يعني الستات سواها كتير؟ ايه القضيه؟ هاتوها وانا اشوف هي عايزه مين منكم. اول ما الحاكم شافها قال يا نهار ابيض، بقى انتوا اللي تتجوزوا دي؟ انا اللي هتجوزها. ازاي؟ قال لهم انا اللي هتجوزها، لا يمكن حد يتجوزها غيري. بسط لهم قالت لهم بصوا انتوا كلكم هتموتوا عليا وانا مش عارف اختار مين فيكم، انا هطلع اجري واللي هيحصلني منكم هو اللي هتجوزه. طلعت تجري وكله بيجري وراها، الحاكم بيجري وراها والوزير بيجري والغفير بيجري والغني بيجري والفقير بيجري والسليم بيجري والمريض بيجري والشاب بيجري والعجوز بيجري، كله بيجري وراها. فجأة لقوا حفرة قاموا واقعين فيها كلهم، ولهم لقوها واقفة لهم على طرف الحفرة بتبص لهم وبتقول لهم انتوا عارفين الحفرة دي ايه؟ دي القبر، وانتوا عارفين انا مين؟ انا الدنيا، وانتوا عارفين ان كل اللي قبلكم كانوا بيجروا ورايا ولا واحد عارف يحصلني، كله هو بيجري ورايا لقي نفسه وقع في الحفرة فجأة، انا الدنيا ومفيش حد ولا حد اليوم القيامة هيعرف يجيبني. الناس يا جماعة
الناس هتموت على الدنيا، مفيش حد بيحصل الدنيا، يبقى انت مشغول، انت مشغول. بس خد بالك، خد بالك كويس قوي، ان انت لو مت دلوقتي، لو انت مت الشغل بتاعك هيقف ولا هيستمر؟ هيقف طبعا هيقف. اي الا لو انت فتح عياده اليافطه هتنزل، ولو انت فتح محل عادي هيرجع لصاحبه. وفي النهايه انت اللي هتتحاسب في القبر بتاعك، والدنيا مش هتقف لاي حد لما هتنزل تحت التراب بقى، لما الكفن ده اهو هيتلف حواليك. عارفين المنظر ده يا جماعة؟ عارفين الكفن ده يا جماعة؟ عارفين المنظر ده؟ ده الكفن يا اخوانا، ده تلت تواب مش طوب واحد، عشان يغطي الجسم من فوق لتحته، عشان ما يسيبش سنتي فيك ما هوش متغطي. وبعد كده بيحطوا عليه شويه حاجات كده تخلي الريحه حلوه، عشان لو الجثه طلع لها ريحه ما يبقاش فيها مشاكل، وبتلف الجسم من كل ناحيه. وهتنزل تحت التراب، ومش هتتسال ساعتها عن الشغل، قبل ما تتسال عن الصلاه بتاعتك، عملت ايه في الصلاه؟ هتقول له ربنا ايه؟ هتقول له ربنا ايه لما تتسال السؤال ده؟ لما ربنا يسألك عملت ايه في الصلاة؟ في البخاري يا جماعة، في البخاري الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: اتاني اتيان اتنين ملائكة جولوا بالليل، قالوا له انطلق انطلق. راحوا بيه فين؟ راحوا للمكان اللي الناس لابسة فيه اللبس ده، راحوا بيه للمقابر، راحوا يوروا له عذاب القبر ونعيم القبر، راحوا يوروا له الامة دي بيحصل لها ايه تحت التراب، راحوا يوروا له النعيم اللي فوق اي نعيم، والعذاب اللي فوق اي عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: واذا برجل مضطجع، واحد نايم واخر قائم بصخرة عليه، وواحد تاني واقف بصخرة كبيرة عليه، واذا به يهوي بها لرأسه، يقوم رميها على دماغه فيثلغ رأسه، يخلي رأسه دي عاملة زي العجينة، عاملة زي اللحمة المفرومة، فيتدهده الحجر ها هنا، الحجر يقوم نطة العكس طالع تاني، وبعد كده يبعد بعيد. يبقى تخيلوا الضربة دي كان شكلها ايه، اللي خلت الراس زي العجينة، اللي خلت الحجر الكبير ده يبعد. الملك يروح يجيب الحجر، يرجع يلاقي صاحبنا راسه بقت سليمة تاني، يقوم ضربه تاني. قال لهم: ما هذان؟ مين دول؟ قالوا له: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. ده مش ما بيصليش، ده ما بيصليش الصلاة في معادها يا جماعة. امال اللي ما بيصليش ده اليوم القيامة بيتعذب العذاب ده. وايه في النهاية؟ تقول لي اصل انا مشغول. مشغول بايه؟ عن ايه؟ انت عارف انت لو نزلت تحت التراب وانت كده انت هتقابل ربنا ازاي؟ انت عارف انت لو اتحاسبت تحت التراب وانت ما بتصليش هتقابل ربنا ازاي؟ اوعى 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 تقول كده، اوعى تقول انا ما عنديش وقت ليك يا رب، اوعى تقول انا مش فاضي لك يا رب، اوعى تقول انا مش فاضي اقف بين ايديك يا رب، اوعى تقول انا مستغني عنك يا رب. واحد تاني هيقول: عم الشيخ بص بقى، لا اقول لك بقى انا مشغول ولا مش مشغول، بصراحة كده، بصراحة انا بعمل ذنوب كتير، بصراحة انا خنت مراتي، انا بزني، انا وانا عم الشيخ انا كشف شعري، اصلي مين اصلا؟ هو انا ينفع لي صلاة؟ هو انا يتقبل لي صلاة؟ وانا يا شيخ انا على طول انا كل يوم بقى في العادة السرية، انا بتفرج على مواقع وحشة، انا وحش، انا بعمل كبائر، انا بعمل حاجات لو اخويا اللي ساكن معاه في البيت او ابويا عارفها مش هيسكن معايا في بيت واحد ولا في شارع واحد، ينفع لي صلاة؟ انا غارز. هقولك ايه؟ هقولك اول حاجة اوعى تيأس من رحمة ربنا، اللي هيغيرك هو الصلاة. قال تعالى: ان الصلاة ايه؟ ها؟ تنهى عن الايه؟ عن الفحشاء والمنكر. يعني ايه تنهى؟ يعني الصلاة دي اسانسير هيطلعك من الغرزة اللي انت فيها، يعني الصلاة دي طوق نجاة هينقذك، يعني الصلاة دي هي فرصتك انك تتغير. اوعى تقول انا مش هتغير. ده كان الصحابة بيقولوا على عمر بن الخطاب قبل ما يسلم: لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر. لما كانوا يشوفوه بيجلد المسلمين اللي اسلموا وبيعذبهم قبل ما يسلم يقولوا لا يمكن يسلم، وبقى خليفة الامة، بقى الخليفة في الارض. اوعى تيأس من نفسك، ثم اوعى المعصية تسيبك الطاعة. الصح ان الطاعة اللي تسيبك المعصية، ان الصلاة هي اللي تسيبك المعصية، مش المعصية اللي تخليك تسيب الطاعة. واحد صاحبي اتغير، حياته اتقلبت بعد ما كان بيعمل معاصي لا يمكن كنت اتخيل ان هو يتوب، لدرجة والله كنت بخاف اتكلم معاه في الدعوة، بخاف اتكلم معاه في الدين. فجأة اتقلبت حياته كلها، فجأة اتقلب في شغله، في حياته، في ليله، في نهاره، في كل حاجة. بقول له: ايه اللي غيرك كده؟ قال لي: صليت صح، بس
ما كانش بيصلي وصلى صح، ربنا صلح له كل حاجة في حياته. طيب انا يا عم الشيخ بص بقى من الاخر كده، انا ممكن اصلي بس انا ما اقدرش اوعدك ان انا اسيب المعصية اللي بعملها، انا في معصية معينة انا متبت فيها مش هقدر. بص يا شيخ مش هقدر، انا عارف نفسي، اعمل ايه؟ خلاص ما انتش قادر تسيب المعصية ما تسيبش الطاعة، امشي في الاثنين، امشي في الاثنين، وبعد شوية قلبك لما ينور بالصلاة، لما تنور حياتك وتنور قلبك بالصلاة، قلبك هيقولك يعني انت الوقت عامل زي اللي شال شوال وقاعد يعبي فيه حاجات كويسة، بس والشوال مخروم، بيعبي من ناحية وبتقع من ناحية تانية، قاعد تدخل حسنات الصلاة من ناحية وتوقعها في المعاصي اللي انت بتعملها من ناحية، هتفوق في يوم من الايام. ولكن اوعى تسيب الصلاة ولو عملت الكبائر كلها، اوعى تسيب الصلاة. واحد تالت هيقول بص يا عم الشيخ بقى، يعني احلى تحية بقى للمشايخ كلهم والناس بتوع ربنا، يعني الناس ايه اللي دقنتها ده منوره دهيت، بس بص يا عم الشيخ العمل عبادة، العمل عبادة. والله العظيم انا راجل متدين وعارف ربنا، بصلي الجمعة كل اسبوع، هو ده اليوم بتاع الاجازة بتاعتي، بصلي الجمعة. طب وما بصليش السبت؟ سبت يا عم الشيخ حرام، حرام ليه؟ لان العمل عبادة. اسيب العبادة عشان الصلاة؟ يعني في الشرع ينفع ان ابقى مشغول وبنفع الناس وبعمل حاجات مفيدة واسيب العمل عشان الصلاة؟ بص حبيب قلبي، العمل اللي يشغلك عن ربنا ده عبادة للشيطان اصلا، ده عبادة للدنيا. العمل اللي هو عبادة اللي ما يشغلكش عن ربنا، اللي يبقى عشان ربنا مش يشغلك عن ربنا، اوعى الشيطان يخطفك من ربنا. اتنين مغنيين في رمضان دخلوا المسجد وتابوا، الاتنين وهم في المسجد مع بعض جالهم مكالمة، ايه يعني زي منتج عايز يقابلكوا، زي ناس من اللي بيكتشفوا المغنيين عايزين يقابلوكوا. واحد قال لا للشيطان وفضل، وواحد راح، اللي راح عجبهم صوته عملوا له ألبوم نجح، عملوا له التاني نجح، عملوا له التالت نجح، بقى المغني فلان، والتاني دخل في سكة الله اعلم هيخرج منها امتى. ويعني الواحد لم يرى يعني خواتيم زي خواتيم اللي بيدخلوا في السكة دي، ربنا يحفظنا. التاني جم ساعة الاذان ملقوش حد يقدن، فقالوا له قدن، قدن صوته جميل، الناس طلعت من الشبابيك تشوف مين اللي صوته ده، مشي في سكة تانية خالص. سبحان الله، شوف ده ربنا استعمل صوته في ايه وده صوته راح في ايه. اوعى الشيطان يخطفك من ربنا، قول لا للشيطان. خد بالك لما هتيجي تعرض على الله سبحانه وتعالى، لما انت هتيجي تقفي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هيقولك، هيسألك عن العمل اول سؤال ولا هيسألك عن الصلاة؟ اول ما يحاسب عليه العبد ايه؟ الصلاة، اول حاجة هي الصلاة. تخيلي كده لما ربنا يقولك عملت ايه في الصلاة، يا رب ده انا كنت يعني كويسة يا رب وقلب ابيض وبطلع صدقة كل يوم، عملت ايه في الصلاة؟ يا رب ده انا كنت انسان كويس وكنت عملت ايه في الصلاة؟ لما تلاقي نفسك خلاص مش عارف تعمل ايه وبتتسأل عن فرض في حياتك، يا رب يا رب بصراحة يا رب الصحبة بتاعتي هي اللي عطلتني، يا رب هم اللي تجري بجنون تدور عليهم في ارض المحشر، تدور على اللي كنت بتقف معها في الكلية ساعة صلاة الظهر وما تروحش تصلي، تدور على اللي كنت بتلعب معاهم ماتش كرة ساعة اذان العصر وما كنتش تصلي، تدور على اللي كنت بتدخل معاه او معاها السينما ساعة المغرب وما كنتش تصلي، تدور على اللي كنت بتقعد معاها على القهوة ساعة العشاء وما كنتش تصلي، تدور على اللي كنت بتشيت معاهم على الميسنجر ولا على الواتس ولا على السكايب ساعة صلاة الفجر وما كنتش تصلي، تدور عليهم بجنون وما بيهربوا منك، ولما تقابلوا بعض يقول لك واحنا مالنا، احنا مسكنا ايديك ولا رجليك، واول ما تشوفوا عقوبة ربنا واصروا الندامة لما رأوا العذاب كله بيسكت، ساعتها هتقول يا رب ما حدش يشهد عليا غير نفسي. ربنا يقول لك خلاص، يعني انت عايز اللي يشهد عليك انت نفسك؟ ايوه يا رب، خلاص شهد عليهم سمعهم وابصارهم. اول ما الودن تشهد هتشهد يا رب، يا رب انا كنت بسمع الاذان كل مرة وما كانش بيروح يصلي، اذان اذان ودنك هتشهد عليك، هيجي يشهد عليك بصرك، يا رب انا كنت بشوف المعوق اللي الناس بتسميه معوق بس في ايدين في عضو من اعضائه، انما احنا انا كنت معوق في قلبي، يا رب انا كانت الاعاقة بتاعتي في قلب، كان الانسان المريض بيروح يصلي وبيشوفه وهو ما يروحش يصلي، هتقول له ايه؟ هتقول له ربنا ساعتها ايه؟ هتقول له العمل عبادة يا رب، ولا الكلام ده كلام انت بتخلص منه من موقف وخلاص، وهو انت يا تصلي يا تشتغل؟ طب ما تصلي وتشتغل، هو ما ينفعش ان الاثنين يتعاملوا. واحد هيقول بص يا عم الشيخ بقى، انا هقولك بس بقى ايه بصراحة كده، انا يائس
يائس من ايه؟ يائس من الصلاة. ازاي يا عم الشيخ؟ 100 مرة حاولت اصلي ومعرفتش، 100 مرة حاولت ودخلت الجامع وقلت اصلي واصلي يومين، ها اقوم اصلي الصبح بكاد الظهر يضوع عليا، يقوم لضن في العصر الاقي في الاخر 4 فروض عليا بالليل، اقوم نايم محبط، تاني يوم باظت، اقعد لي فيها 3 4 شهور بالمنظر ده، وكل ما اجي اصلي ما اعرفش اكمل، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بص حبيب قلبي، اول حاجة ما تيأسش، زي ما قلنا لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر، الشيطان ماسك ودنك دلوقتي ويقولك مش هتقدري، مش ممكن هتقدري تصلي، مش ممكن. انا شفت يا جماعة اكتر سبب لعدم صلاة الناس هو الاحباط، ان هم يوصلوا، ان كل واحد بيقول انا حاولت اطلع السلم 100 مرة ووقعت، انا عارف ان انا مش هقدر اكمل. كلمة مش هقدر دي انت بتتهم ربنا ليه؟ لانك لو بتصلي بحولك وقوتك ما كنتش هتقدر، انما انت هتصلي بحول الله وقوته. مين اللي بيسمعك الوقت عنه؟ مين اللي جابك عشان تسمع عنه؟ مين الوقت اللي وصل لك الكلام عشان تسمع عنه غير ربنا؟ لانه حبيبك، لانه بيناديك، لانه رايدك، ربنا اللي سمعك هو اللي هيعينك. مين اللي عان الناس دي كلها عشان تصلي غير ربنا؟ اللي اعانهم هيعينك، اللي يصلهم هيصلك. بس لازم تعرف ان الصلاة دي سهلة قوي. سهلة ازاي؟ لدرجة ان اللي بيدخلوا الجنة يوم القيامة لما بيلاقوا في ناس ما دخلتش الجنة بيسألوا سؤال واحد، عارفين ايه؟ بيقولوا ازاي عملتوها؟ ازاي في جنات يتساءلون؟ واقفين اهل الجنة ازاي؟ التاني يقول له معرفش، يقول له طب يعني عملوها ازاي؟ يقول له والله ما اعرف. التاني محدش عارف يرد على التاني. في جنات يتساءلون عن ايه؟ عن المجرمين. بيسألوا عن ايه؟ ما سلككم في سقر؟ بيقولوا لهم عملتوها ازاي؟ لما دخلوا لقوا واحدة ثانية معاهم في الجنة لانها سقت كلب، لقوا واحد معاه 99 صحيفة سيئات دخل الجنة عشان اخلاصه في شهادة التوحيد، لما لقوا كده قالوا امال اللي ما دخلوش دول ما دخلوش ازاي؟ ما سلككم في سقر؟ سلك ده يعني سقر دي سراديب جوه سراديب، وتوابيت جوه توابيت، وانفاق جوه انفاق، وزنازين جوه زنازين. سلككم دي معناها ان سقر والعياذ بالله مكان مرعب. ما سلككم فيه يعني مغموسين فيها، في سقر. سقر يعني اللي بتدوب، اللي بتصهر اللحم والعظم والدم. فبيقولوا لهم انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ الامتحان سهل بالمنظر ده، عملتوها ازاي وسقطتم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اللي جابنا هنا الصلاة، اللي وقعنا الصلاة، اللي ضيعنا الصلاة. فتخيلوا ان انت الوقت مستصعب الصلاة، ولكن انت ما انتش عارف. انت لو استصعبت الصلاة انت بتعرض نفسك للي اصعب منها، للي انت ما تقدرش عليه. انت لو ضغطت على نفسك شوية، هو موضوع تعود يا جماعة، والله هي مسألة تعود. يعني انا اعرف واحد طالب ما كانش بيذاكر، كان بيقول انا لو كب عليا بنزين وولع فيا اسهل من ان انا اقعد على مكتب. الطالب ده فضل يجاهد في القعدة على المكتب لحد ما وصل ان بقى بيقعد ايام ويشيل نفسه من على المكتب غصب عنه. ليه؟ من حب المذاكر، من حب القعدة على المكتب. يعني القضية كلها تعود. لو انت اول ما سمعت الاذان خطفت نفسك من الشيطان ورحت لربنا وتعودت، ولو وقعت مرة ما تيأسش وتقوم تاني وكملت. 40 يوم في الجيش يقولك عشان الواحد يتعود على الحياة العسكرية، عشان تتعود على حياة الصلاة هتتعب 40 يوم، هتتعب كذا يوم، هتتعب كذا اسبوع، وبعد كده الدنيا هتبقى سهلة. يبقى حتة انا يائس، انا محبط، انا حاولت 100 مرة وفشلت، اوعى تقول الكلمة دي، مش في الصلاة. واحد هيقول بص يا عم الشيخ بقى، انا عندي مصيبة تانية، انا مش محبط ان انا ما بعرفش استمر. امال ايه؟ انا محبط من اللي فات، انا بقالي 10 سنين ما ركعتهاش، وانا بقالي 3، وانا بقالي 5، وانا بقالي سنة، وانا بقالي 2، وانا اصلا والعياذ بالله بقالي 2 سنين ما بغتسلش من جنابة والعياذ بالله. ممكن اغتسل عشان نظافة، انما ما بربطش دي بدي. انا خلاص باظت. اوعى تقول الكلمة دي. اول حاجة الصلوات اللي فاتت ما تفكرش فيها الوقت، تفكريش فيها الوقت. ليه؟ علماء كتير قالوا ان اللي فات من الصلاة اللي راحت مالوش تعويض غير التوبة، ما بيتعوضش بالصلاة. وعلماء تانيين قالوا صلي، ولكن الوقت انت واحد مديون لمصنع، المصنع هيقولك سدد ديونك وانا اديك بضاعة، ولا في الاول بيديك ويقولك ماشي حالك وسدد الديون واحدة واحدة. هي دي المعاملة الوقت، ان انت صلي بس اللي موجود وانتظم، وبعد كده نفكر في اللي فات بعد كده. انما الشيطان هيكربسها عليكي
مش هتقدري تعملي حاجة. يبقى الحتة بتاعت باظت باظت دي، عارفة يعني ايه الصلاة باظت باظت؟ يعني حياتك باظت باظت. يا جماعة المواضع اللي ربنا اتكلم فيها عن الصلاة في القرآن تبهر. اول سبب لدخول الفردوس الاعلى، لما ربنا ذكر اسباب دخول الفردوس الاعلى في سورة المؤمنون قال قد افلح المؤمنون، اول سبب ايه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى الصلاة. طب واول سبب لدخول النار؟ ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين، الصلاة. طيب ربنا سبحانه وتعالى اول سبب للرزق في الحياة هو ايه؟ وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الصلاة. اول سبب لصلاح حياتك كلها الصلاة. عشان كده ربنا بيقول قل ان صلاتي الاول ونسكي ومحياي ومماتي لله. قال لك طب ليه جاب ربنا الصلاة في الاول؟ لان الصلاة لو صلحت كل محياك ومماتك وحياتك هتنصلح، ولو باظت كل اللي وراه هيبوظ. اول سبب لفتح ربنا عليك في الحياة الصلاة. واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، الصلاة قبل البشرة. اكبر سيدنا ابراهيم مراته نجت من حاكم مصر الظالم بسبب الصلاة. سيدنا زكريا خد يحيى من خزاين ربنا بركعتين سبب الصلاة. يبقى الصلاة دي يا اخوانا هي الحاجة اللي ما ينفعش انك تقول باظت باظت. اوعى. بص عم الشيخ بقى، هي مش قضية باظت باظت بقى، ولا اللي جاي ولا اللي راح، امال ايه؟ بصراحة كده انا اكلمك بصراحة بقى وانا راجل صادق وصريح، الصلاة تقيلة اوي، الصلاة تقيلة تقيلة. انا قلبي بيتقطع لما بسمع الاذان، وضميري بيتقطع، ولكن مش قادر، كأنها جبل. الصلاة صعبة والوضوء صعب، واخلع الجزمة وانا برا ياه لسه همد ايدي وافك الرباط وافتح الرباط، وبعد كده امد ايدي التانية واشيل الحذاء، وبعد كده ادخل الجامع واحط الجزمة في الجزامة، وبعد كده ادور على الوضوء وادخل الاول الخلاء، وبعد كده اتوضى. يا عم الشيخ ده قصة صعبة، والكلام ده 5 مرات، ولو عملتها مرة هعملها كل يوم. الصلاة تقيلة، انا مش عارف اعمل ايه. طب انا عايز اقول لك حاجة، يا اللي مستثقل الصلاة قوي قوي بالمنظر ده، والصلاة تقيلة على قلبك قوي بالمنظر ده، انا عايز اسألك سؤال. يعني انت لما سافرت عقد عمل في السعودية وسكنت في اوضة مع 6 وكنت بتاكل اي اكل وتلطمت 7-8 سنين ودقت الذل هناك ودقت الغربة واستحملت كل ده، ما كانش يتقيل على قلبك ليه؟ وانت اللي سافرت دكتوراه في كندا قعدت 6 سنين بعيد عايش وسط التلج للنهار، ما كانتش تقيل على قلبك ليه؟ وانت يلي كل يوم بتصحى للشغل الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح ما هوش تقيل على قلبك ليه؟ وانت الدنيا ما يشتيل، وانت اللي بتذاكر بقالك 7 سنين في كلية زي كلية الطب ما بتقومش من على المكتب، ما هيش تقيل على قلبك ليه؟ يا عم الشيخ الكلام اللي انت بتقول فيه ده خطير، ده مستقبلي، ده حياتي. طب وانت عارف الصلاة خطيرة قد ايه؟ وانت عارف خطورة الصلاة شكلها ايه؟ يا اخوانا اول ما يحاسب عليه العبد، يعني السؤال ابو 20 درجة فرقة الامتحان، اللي لو ما جاوبتوش انت ساقط حتى لو جاوبت على باقي الاسئلة. يعني الفصل اللي في الكتاب اللي الدكتور بتاع المادة قال لك الفصل ده اللي هيذاكره بس هينجح، ده الصلاة. عارف يعني ايه اخر وصية الرسول الله قبل ما يموت وتبقى اخر حاجة في حياتك ازاي؟ انت عارف الصلاة دي ربنا فرضها فين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام طلع قبل سيدنا ابراهيم، بعد كده سابه طلع لحد سدرة المنتهى وشاف جبريل، بعد كده سابه طلع لحد حجاب النور. النبي طلع لمكان مفيش مخلوق طلع له فيه، طلع فيه قبل كده، وربنا اوحاله بالصلاة. يعني الصلاة دي شأنها خطير جدا، يعني الصلاة دي حاجة مهولة. كل عبادة ربنا نزل جبريل للنبي عشان ياخدها، الا الصلاة ربنا طلع النبي عشان ياخدها. عشان كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيقول لك ايه، شوف بقى يا اللي بتقول الصلاة تقيلة انما الدنيا مش تقيلة لان الدنيا خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هممت ان امر فتقام الصلاة، الله اكبر الله اكبر، ثم امضي او اذهب ومعي رجال معهم حزم من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة. الناس اللي ما بتصليش، الناس اللي ترك الصلاة، الناس اللي ما جاتش معانا تصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى، الناس تاركت الصلاة ده ايه؟ فاحرق عليهم بيوتهم. وقفت وانا عقلي تايه قدام الحديث ده، قلت النبي حكم عليه بالقتل، حكم عليه بالاعدام، ليه؟ قلت لانه عامل زي خلية سرطانية جوه الجسم، لو اتثابت هتملى الجسم سرطان وتموته. طب النبي ما قالش يتقتل، النبي قال يتحرق.
طب النبي حكم عليه بالحرق ليه مش بالقتل؟ لان اللي بيتقتل جثته بتتدفن مع مقابر الناس بعد كده، انما اللي بيتحرق ده جثته بتبقى رماد وبتطير في الهواء. كأن النبي بيقول مش عايزينه معانا لا حي ولا ميت، ولا عايزين يبقى له قبر وسط مقابر المسلمين. طب النبي ما قالش هحرقه، قال هحرق عليه بيته، يعني هحرقه هو وبيته ليه؟ طب ما كان يحرقه هو. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان ترك الصلاة ده ولا حتى ذكرى تتساب ليه في المجتمع، ولا حتى يتقال ده كان بيت فلان، ان المجتمع ينسى ان في مخلوق في الدنيا كان تارك صلاة وسطه. انا اللي رعبني ساعتها لما قلت طب الراجل ده اللي النبي قال انا هممت ان انا اعمل فيه كده، لما يجي يوم القيامة قدام النبي ويقول له اشفع لي يا رسول الله، النبي هيعمل فيه ايه؟ النبي هيشفع له ولا هيقول له سحقا سحقا؟ النبي هيعمل معاه ايه؟ يا جماعة القضية خطيرة جدا، قضية ان انت مستثقل الصلاة، انما انت مش عارف بسبب ترك الصلاة انت بتعرض نفسك لحاجات اتقل قد ايه. اقول لك حاجة اخطر من اي حاجة، ساعة ما يبقى حلقك هيتمزق من العطش وتروح للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله بق مية من الحوض يا رسول الله. انتوا عارفين يا جماعة الاي دي اللي لازم يبقى موجود في رقبتك متعلق عشان تدخل على حوض النبي ايه؟ انتوا عارفين الجواز المرور، عارفين الكارنيه، عارفين الورقة اللي مختومة بالختم الرسمي اللي محدش بيدخل في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الا وهي معاه؟ عارفين هي ايه؟ علامة الوضوء، ان اماكن الوضوء بتنور يوم القيامة، علامة الوضوء. اللي ما عنده اللي ما بيصليش ما بيتوضاش، فيجي يوم القيامة هيتجنن بق مية 50,000 سنة في ارض محشر مفيش فيها كولدير، مفيش فيها قلة مية، مفيش فيها ازازة مية، مفيش فيها نقطة مية. الناس هتجن من العطش يا رسول الله بق مية. معكش الاي دي اللي ما بتدخلش غير بيه، معكش جواز المرور اللي ما بيتدخلش غير بيه. يبقى في الساعة دي وفي اللحظة دي تخيل ساعتها بقى الاصعب، ان انت كنت تصلي ولا ان انت تستحمل الموقف ده. لما الواحد بيفكر في قول الله سبحانه وتعالى كلا انها لفى نساعة للشوى، الشوى الايدين والرجلين وجلد الراس والصوابع اعضاء السجود، لما جهنم تاخد اعضاء السجود من جسم اللي ما بيصليش تنزعهم وهو بيعدي من على الصراط عشان يتعذبوا عذاب غير عذاب الجسم، ساعتها الاسهل ايه؟ الاسهل انك تصلي وانت سليم، ولا ان الانسان يمرض مرض يتمنى انه يصلي وما هوش عارف، يتمنى ان صحته ترجع وما هوش عارف؟ في ايه اسهل من الصلاة في الحياة؟ لما اولادي اطفال الصغيرين يقولوا لي يا ابي الصلاة تقيلة، اقول لهم الوضوء صعب، الدنيا ساعة الصبح الوضوء صعب، اقول لهم وضوء ده الوضوء ده من الوضاءة، وشكو هينور وحياتكو هتنور. ده انت اول ما بتقول تتوضى وتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. في اسهل من كده؟ ايه اللي اسهل من الجنة لو صليت؟ احنا اللي مصعبين الطريق على نفسنا، احنا اللي مصعبين الامر على نفسنا. يا جماعة واحد بيقول عم الشيخ، بص عم الشيخ معلش بس يعني هو في حاجة تكسف شوية بس يعني ايه؟ قول حبيب قلبي، قول قلبنا مفتوح لك. هو عم الشيخ انا سمعت ان اللي بيشرب خمرة ما بيتقبلوش صلاة 40 يوم، ها؟ وانا طبعا مش هسيب الخمر، يعني بص عشان ابقى صريح معاك كده، فانا عندي اكتئاب نفسي اصلا ولازم افصل، وانا برضو عارف ان انتوا بتقولوا ان المخدرات زي الخمره هي نفس الحكم، وعم الشيخ انت عارف ان 3/4 البشريه الوقت ايه؟ ما يعرفوش يستغنوا عن الكيف، فيعني كده من الاخر 3/4 البشريه مش مقبل لهم صلاه 40 يوم كل ما هياخدوا حاجه يعني وحاجات صغيره. عم الشيخ سيجاره ملغمه كده قد البتاع، حاجات بسيطه، شريط رمادول، ايبتريل، حاجه كده ايه؟ حاجات صغننه 111 يعني حاجات صغيره يا شيخ. هل ده برضو 40 يوم متقبلين الصلاة؟ ولا لو الموضوع على قد حاجة صغيرة كده تعدي؟ اول حاجة حبيب قلبي احنا قلنا دلوقتي اوعى المعصية تسيبك الصلاة، اوعى تسيبك الصلاة. ماشي خلاص انا فهمت الكلام ده، انا ان شاء الله باذن الله انا ممكن اصلي مفيش مشكلة عادي، يعني ما انا عارف انها بتتحسب في الاخر وحسنات قصاص زي هذا. ومين اللي قالك الكلام ده؟ هو بس قول لي عم الشيخ يعني لو شربت خمرة ما صليش 40 يوم؟ لا لا يقبل له صلاة، ده صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مش معناها ما يصليش، معناها انه ما ياخدش ثواب الصلاة. انما لو ما صلاش
بيعمل جريمة اشد من جريمة الخمر نفسها، وهي ايه؟ او جريمة المخدرات نفسها، او جريمة حباية الترامادول اللي مش بياخدها علاج ولكن بياخدها كيف نفسها، بيعمل جريمة ايه؟ ترك الصلاة، وهذا كفر والعياذ بالله اشد من اي معصية. اوعى، ده انت الصلاة لا تسقط عليك، ولكن القضية ايه؟ قضية ان انت حارم نفسك من ثوابها والعياذ بالله. طيب بص يا شيخ بقى، انا اقول لك حاجة بس بصراحة كده، بس ما يعني ايه يعني، بص ما انا 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 ما بصليش، دي حقيقة يا جماعة، دي حقيقة، وفي ناس كده، انا ما بصليش لان اللي بيصلي لازم تحصل له مصيبة، انا عارف ان لازم هتحصل مصيبة لو ما صليتش، فانا بصراحة كده انا عارف يعني، والله عارف الناس بتوع ربنا دول على راسي، بس انا سمعت كده ان المؤمن لازم ربنا يعمل له مصيبة، واول ما يدخل المسجد لازم ربنا ينزل عليه مصيبة كده، عشان ايه؟ عشان ربنا يختبر ايمانه ضعيف ولا قوي، فانا مش حمل مصايب كفاية اللي انا فيه، فانا عشان كده مش عارف اقرب من ربنا لاني مش هستحمل اعمل شيء، انما والله انا مؤمن بالله، صلي مصيبة. انت عارف الكلمة اللي انت بتقولها ديت؟ الكلمة اللي انت بتقولها دي سوء ظن بالله، يعني طفل زعل من ابوه فبعد عن ابوه وغرب وبعد كده راجع لابوه تاني، فبيقول انا عايز اجري واحضن ابويا وابص ايديه وراسه، بس خايف اول ما يشوفني يلطشني بالقلم. مين يا ابني اللي يلطش بالقلم؟ مين اللي قال للناس الكلام ده يا اخوانا؟ مين اللي قال للناس ان اللي بيلتزم لازم يحصل له مصيبه يا اخوانا؟ كلمه لو صليت يحصل له مصيبه غلط. امال الغلط ايه؟ امال الصح ايه؟ لو ما صليتش يحصل له مصيبه، لو ما صليتش لا يمكن واحد سايب الفجر ربنا يديله بركة في رزقه، لا يمكن واحد يسيب الظهر ربنا يديله قوة في جسده، لا يمكن يا جماعة. ده اللي ما بيصليش ده فاشل في كل حاجة، ده اللي ما بيصليش ده عنده جميع العبر اللي في الدنيا، انما انك انت تقول ثم انت خايف يحصل لك مصيبة، هو في مصيبة اكبر من ترك الصلاة؟ هو في مصيبة في الحياة اكبر من ان انسان ما بيصليش؟ عايش ازاي؟ عايش ازاي؟ ده الحيوانات بتصلي، ده الحشرات بتصلي، ده الكون كله بيصلي وبيسبح ربنا، يبقى في مصيبة اكتر من ان بني ادم ما بيصليش لله سبحانه وتعالى. وانت عارف انت لو صليت ربنا يعمل لك ايه؟ عايز ربنا يهدي لك قلب مراتك صلي، عايز ربنا يحبب فيك الناس صلي، عايز ربنا يوسع في رزقك صلي، صلي صح، صلي صح. ده احنا ما خدناش حاجة من ربنا غير بالصلاة، ده والله يا اخواني والله العظيم اللي بيصلي صح، لما ربنا بيرزق حد مننا صلاة صح، والله العظيم اللي بيصلي صح ده بينهمر عليه العطاءات انهمار. ساعات الواحد وراح يصلي، انا مش راح اصلي، انا راح اغير حياتي، انا رايح اطلب دمعات بيني وبين ربنا 5 مرات، اطلب كل اللي انا عايزه، انا محتاج المعاد ده. امال ربنا خلاها 50 صلاة في الاول ازاي؟ وبعد كده النبي لما شفع لله ربنا خلاهم 5، خلاهم 50 لانك محتاج تقف بين ايديه 50 مرة، محتاج تقول يا رب 50 مرة في اليوم على الاقل، على الاقل يعني انت 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 اللي محتاج. احنا الوقت صلينا المغرب والامة كلها صلت المغرب، ملايين صلوا المغرب، ربنا زاد حاجة؟ لا. امال مين اللي زاد؟ احنا. يبقى مين اللي محتاج؟ احنا. يبقى انت اللي محتاج تصلي، انت اللي محتاج تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يا عم الشيخ انا مش تارك صلاة ولا حاجة، امال ايه؟ لا ده سطر وسطر، سطر. انت عارف يعني ايه سطر وسطر؟ انت تعرف تارك الصلاة اللي هو عمل ايه؟ اللي ساب 3 فروض ورا بعض من غير عذر. يا نهار ابيض، ده انا بقالي 7000 فرض، ده انا بقول يعني سطر وسطر، قصدي يعني ايه؟ بصلي في رمضان، بصلي الجمعة، بصلي كده يعني، انما طب ولو مت في السطر اللي ما بتصليش فيه تقابل ربنا تارك صلاة؟ طب وانت عارف ان انت لما هتعدى على الصراط برضه هيبقى سطر وسطر، هتفضل تقوم وتقع على الصراط وتحت الجهنم، ما هو الصراط ملخص لحياتك، سطر وسطر. ربنا قال فويل للمصلين، ما قالش ويل لتارك الصلاة. المصلين من يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي سطر وسطر بقى واللي دماغه في الشرق وفي الغرب. حرام حرام، لازم نركز في الصلاة يا جماعة، يعني نركز في الصلاة، نركز في الصلاة. يا عم الشيخ انت ماسك الناس، مفيش حد عنده عذر من كل الناس دي، يعني اللي يقولك مشغول تقول له مش عذر، واللي تقول لك مش عارف ايه تقول لا مش عذر، وفي الاخر كمان اللي مريض مش عذر وتقول له حتى صلي بعينيك. يا عم الشيخ انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ساعة الصلاة الحياة تقف يعني؟ انتوا عايزين الطلبة في الامتحان بتزايق بتجاوب عشان مستقبلها، عشان لقمة عيشها، تقول لهم الظهر ادن عليك في الامتحان سيب الامتحان وقوم صلي؟
انت عايز الدكتور بيشرح العلم، الحضارة يا شيخ، الحضارة كلها بيشرح للطلبة العلم في المحاضرة، الأذان جدا تقول له وقف المحاضرة وروح صلي؟ لا يا حبيب قلبي، لا والله، اوعوا يا جماعة حد يفهم ان احنا بنقول انك انت سيب الامتحان وروح صلي، او وقف المحاضرة وروح صلي. امال ايه يا شيخ؟ انت باين عليك شيخ دماغك متفتحة، باين عليك شيخ وسطي، الاسلام الوسطي الجميل. حرام اصلا ان محاضرة تتعمل وقت صلاة، حرام اصلا ان امتحان يتعمل وقت صلاة. وهو مين اصلا اللي يتعدى على ربنا ويحط امتحان في وقت صلاة؟ هو في رئيس ولا وزير ولا غفير يجرؤ انه ساعة صلاة يقول يا رب انا عندي حاجة هامة من الصلاة، انا خلاص دائد، الدنيا وقفت عشان الساعة دهيت. يا اخوانا ده الوقت بقت فيه موضة جديدة ان في امتحانات ساعة صلاة الجمعة، مش امتحانات ساعة صلاة الظهر، امتحانات ساعة صلاة الجمعة للدرجة دي. امال النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه ان يحشر يوم القيامة اللي لم يحافظ على الصلاة، اللي ايه؟ اللي لم يحافظ يعني ايه؟ يعني سطر وسطر مش تاركها، كان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان. ازاي فرعون؟ ده رسالة لكل رئيس جمهورية، انت هتبقى مع فرعون. وقارون رسالة لكل ملياردير وصاحب مالتي ناشونال جروب، هتبقى مع قارون. وهامان رسالة لكل تاجر ورئيس مجلس ادارة، ورسالة لكل وزير ايا مكان وزير ايه، هتبقى مع هامان لو اي حاجة شغلتك عن الصلاة ساعة الصلاة. ثم يا جماعة تعالوا شوفوا الصحابة عملوا ايه عشان الصلاة. يا اللي انت بتقول انتوا عايزين الدنيا تقف عشان الصلاة، امال الدنيا لو ما وقفتش عشان الصلاة تقف عشان ايه؟ امال ايه ده المنظر بتاع ان الدنيا تقف عشان الصلاة ده؟ بسببه الوف مؤلفة من الكفار اسلموا، ملايين من الكفار اسلموا. بنت فلبينية فضلت تمشي في المزارع كذا كيلومتر كذا كيلومتر تدور على مكان فيه صلاة من غير صور ولا تماثيل، ولما شافت صلاة المسلمين اسلمت. مين اللي قالك ده؟ النبي حاولوا يقتلوه، عقبة بن ابي معيط حاولوا يقتلوه وهو بيصلي في الحرم. ده النبي عقبة بن ابي معيط رمى عليه امعاء الجمل وهو بيصلي ساجد في الحرم. ده ابو بكر طردوه من مكة عشان الصلاة، عشان ممنوع من الصلاة. ده خباب كانت ام انمار بتكويه بالنار وهو بيصلي ويطلع من راسه الدخان. مين اللي الصحابة موتوا نفسهم عشان الصلاة، وانت جاي دلوقتي تقول لي ان الحاجات اللي الصحابة ماتوا وضحوا بعمرهم عشانها تقول محاضرة ما توقفش والدنيا ما توقفش؟ ومين قال ان الدنيا هتبوظ بالصلاة؟ ده الدنيا هتنصلح بالصلاة، ده المجتمع، ده احنا لما كان المجتمع بيقف ساعة الصلاة كنا الامة رقم واحد على الارض، كنا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على الكرة الارضية. الوقت اتزلينا لما اهن شعائر الدين فاهن في العالمين، وتزلينا لما ما عظمناش شعائر ربنا. طب يا عمو الشيخ، انا يا عمو الشيخ يعني بص ما تبصليش بقى كده، وانا انا بص يا عمو الشيخ فعلا يعني كنت في بيتش تايم كده وكنا طالعين طلعه كده في ساحل الشمالي مع اصحابي وكنا عاملين ايه حفله شوي صغيره كده باربيكيو جميله كده، وكان نفسي اصلي، سمعت الاذان جدا من بعيد، كان نفسي اخد العربيه واروح اصلي، ولكن انا لو صليت اتريقوا عليا، انا لو سبت الشله ساعه اذان الظهر في الجامعه وانا واقف مع فلان وفلانه وفلانه وفلان وفلانه وفلانه وعلانه وقلت لهم رايح فين يا حبيبي؟ رايح اصلي. ايه تصلي؟ ده هياخدوني اللبانه بتاعتهم طول اليوم. يعني انت خايف من سخرية اصحابك منك ومش خايف من غضب ربنا؟ عرفتوا يا جماعة ان احنا بنعامل ربنا معاملة لو عملناها لمدير الشغل اللي بنشتغل عنده كان زمانه رفدنا، لو عملناها واحد عاملها لمراته والله في اول محكمة شرعية تخلعه، لو واحد عاملها ليه، لو واحدة عملتها لجوزها والله ما هيطلقها، انا باقسم برب ما يطلقها، وانما هو حاجة من اتنين، يا هيفتح الشباك ويتعامل يا هيتعامل بطريقة تانية من غير فتح شباك. يا اخوانا احنا بنتعامل مع ربنا معاملة ازاي؟ بنتعامل مع ربنا كده ازاي؟ ربنا اللي حبيبك، ربنا اللي بيناديك. خدي بالك انت النهاردة ربنا بيناديكي وما بترديش عليه، بكرة هيقف قلبك منادية على ربنا ومش هيرد عليكي. خدي بالك لما بيقولوا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا، ربنا قال انها كلمة هو قائلها، العلماء قالوا يفضل يصرخ ليوم الدين في القبر يقول رب ارجعون
عشان اصلي وربنا ما يردش عليه. يبقى خدي بالك ان الصلاة دي اصطفاء. اسألي نفسك ربنا ما اختاركيش لحد دلوقتي ليه؟ اسأل نفسك ايه المشكلة اللي ربنا ما اختاركش بسببها لحد دلوقتي؟ اسألي نفسك. ربنا سبحانه وتعالى نادى على قلوب الناس دي كلها وجابهم، وانت قلبك لسه ما تناداش عليه ليه؟ الصلاة دي اصطفاء. اللي بيصلي هو اللي ربنا اختاره. لما بنت عراقية 13 جزء القرآن حفظهم يتقبض عليها هناك ويغتصبوها في السجن ويفضلوا يغتصبوها لحد ما تخبط راسها في الحيطة تقتل نفسها وتنتحر بسبب القهر اللي هي فيه، وتقول واحدة تقول ارسلوا لنا حبوب لمنع الحمل وليس رجال، يأسنا ان يغيثنا رجال ولكن حتى لا نحمل من الجنود الكفار ارسلوا لنا حبوب لمنع الحمل، وانت بدل ما تنقذهم ما انتش قادر اصلا ان انت تصلي. ينفع صلي عشان لو في شك في العقيدة جواك يزول. صلي عشان لو في كبيرة عملتها في يوم من الايام ربنا يعوضها لك بالصلاة. صلي عشان لو في معصية سر بتضعف كل ما تقفل على نفسك باب اوضتك لوحدك وتقع فيها الصلاة تعوضها. صلي عشان انت محتاج تصليش، عشان انت محتاج ربنا مش ربنا اللي محتاج لك. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. في حد مش ناوي يصلي يا جماعة؟ حد مش ناوي يصلي؟ يعني خدوا بالكم ان الموضوع مش حوار بس يعني ولا 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 كفن بس، ده في اساليب تانية، يعني في اساليب اخرى ممكن نتعامل بيها للي مصمم ان هو ما يصليش. بص يا عم الشيخ بقى، يعني والله المشايخ دول ناس ظريفة وناس لطيفة كده، بس اقول لك بقى بصراحة كده ما بصليش ليه؟ قول لي بصراحة يا عم الشيخ بقى، انا بخاف ان كلامكم عن الصلاة ده يطلع حوار في الاخر. يعني ايه حوار في الاخر؟ ما يا عم الشيخ انت الوقت هتيجي تقول لي صلي، اضمن منين ان لو صليت معاكم يومين ثلاثة اربعة اسبوعين تجروا رجلي ولاقي نفسي بقيت بتاع مظاهرات، ولاقي نفسي دخلت في سكة ما كانتش ليا اصلا، واكتشف ان موضوع الصلاة ده كان حوار اصلا انتوا بتجروا رجليا بيه، وانتوا لا بتوع صلاة ولا حاجة. انت بتقول ايه؟ انت مصدق اللي انت بتقوله؟ بقى انت ما بتصليش. عشان كده يا ابني انت لو مت النهاردة ونزلت تحت التراب اكبر حدث سياسي في الكرة الارضية، لو كنت مت في الحرب العالمية الثالثة اكتر حدث سياسي في الكرة الارضية انت كنت مستني للنهار تعرف اخباره ايه؟ مش هيشغلك زي اصغر معصية عملتها، زي اي فرض راح عليك وما عوضتوش. انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ انا بقول لك انت مصيرك في خطر، وانت بتقول لي احسن تكون بتجيب رجلي. يا عم الشيخ حبيبي انا عايز اجيب رجليك للجنه، انا مش عايز اجيب رجليك والله لاي حاجه غير الجنه، ولا نفسي في اي حاجه ليا وليك غير الجنه، ولا بكلمك غير لان انا قلبي بيتقطع لو ما بقناش انا وانت باذن الله يا رب مع النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى. طيب يعني ما دام الموضوع كده بقى يا عم الشيخ انا هقول لك برضو حاجه مضايقاني جدا. ايه هي؟ انا خايف اصلح احسن افشل. ايه افشل؟ انا ليا واحد صاحبي كان معاه في الكليه، اول ما طول دقنته سقط، ونص الكليه سابوا الصلاه خوف احسن يبقوا زيه، والاوائل سابوا الصلاه خوف احسن يبقوا زيه. احسن انت خايف تصلي احسن تفشل؟ هو انا دلوقتي لو اب جاب لابنه عربية بي ام، الواد قام ماسك العربية وطالع على سرعة 250 كيلو على الطريق السريع عمل حادثة مات، نمنع العربيات؟ هو اللي موته العربية ولا اللي موته التهور؟ اللي موته التهور. هو الدين هو اللي بيفشل ولا سوء فهم الدين؟ يبقى انت واحد فهم الدين غلط نقفل الدين بسببه، ولا الصح ان الدين هو اللي عمل الحضارة الاسلامية اعظم حضارة في التاريخ؟ مين اللي قال كده؟ ثم يعني الصلاة مش اللي الصلاة مش بتعمل ده، الصلاة هي سبب النجاح في الحياة، الصلاة اللي هتديك قوة في الحياة، الصلاة اللي هتديك قوة تواجه بيها الحياة، اللي هتديك عزيمة وارادة تواجه بيها الحياة. الصلاة انت محتاج تصلي عشان تنجح، انت محتاج تصلي عشان تتغير، واستعينوا بالصبر والصلاة. انت محتاج تصلي عشان صحتك. العلماء قالك اول سبب للموت في العالم كله قالك امراض القلب. قالك طب امراض القلب وقايتها ليه؟ قالك وقايتها ان الناس تمشي 50 دقيقة يوميا،
قال لك ولو الخمسين دقيقة تقطعهم، يعني في ناس مشغولة خمسين دقيقة زي عمل راجل اعمال، خمسين دقيقة مشوهم ازاي؟ قال لك قطعهم عشر دقيقة حتى في خمس مرات. فلما حسبوا صلاة الجماعة لقوا انهم خمس دقيقة رايح وخمس دقيقة جاي من الجامع، قال لك ده وقاية من امراض القلب. يعني صلاة الجماعة وقاية من اكبر سبب للموت على وجه الارض. علماء تانيين لقوا، والحاجات دي اصلا اكتشاف علماء اجانب، ان مواعيد الفروض الخمسة هي مواعيد اكبر خمس تغيرات هرمونية في جسمك. فانت لما بتصلي كل صلاة في معادها انت بتظبط فسيولوجية جسمك من جوه، انت جسمك بيمشي تمام، انت يعني الصلاة ماشية مع الدورة الهرمونية بتاع جسمك بدون تفصيل في الكلام ده لانه كلام تخصصي. انما الكلام الصلاة انت تعرف الصلاة صحيا بتحمي مفاصلك من ايه دنيويا، ده انا مش بتكلم الوقت على اي حاجة، انت تعرف الصلاة بتحمي جسمك من ايه. يبقى انت بتقول ان ثم الصلاة مش هي اللي بتجيب فشل، ده ترك الصلاة اللي بيجيب فشل. الاثر لما الواحد بيصلي صلاة وحشة فتلف الصلاة في خرقة ثم تلقى في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. يبقى اللي الصلاة هتقول له ضيعك الله هينجح في حاجة في حياته، هيدوق توفيق في حاجة في حياته، هيشوف بركة في حاجة في حياته. اللي الصلاة بتدعي عليه خمس مرات كل يوم وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، يبقى الموضوع ما هواش بالمنظر ده. حارب نفسك ليه؟ حارب نفسك ليه؟ حارب نفسك من انك تقف بين ايدين ربنا. يا جماعة شركة بتروجيت ولا اي شركة عملت انترفيو عشان اللي يتعين فيها والمرتب بعشر تلاف جنيه، انت ما رحتش الانترفيو فما طلعوش اسمك فانت زعلت. ازاي ما طلعوش اسمي؟ هو انت يا ابني رحت الانترفيو عشان يختاروك؟ انت الوقت الصلاة بين ايدين ربنا ده معاد العرض على الله عشان ربنا يصطفيك ويختارك ويرفعك. طب انت الوقت يا رب انت بتديني زي الناس ليه؟ يا هو انت اصلا اتعرضت لهذا الاختيار من الله عشان ربنا يختارك ويديك؟ طيب اعمل ايه يا عم الشيخ بقى؟ انا سمعت كلامك ورحت صليت لقيت دماغي حتة في الشرق وحتة في الغرب مش عارف اركز. ده انا والله ساعات بحس ان انا صلاتي دي حرام، ده انا دماغي دي اتفكرت في كل حاجة اللي ربنا، دماغي شرق وغرب والشيطان قاعد ماسكني وراكبني مش عارف اصلي مش عارف اركز. مش عارف تركز ازاي؟ ده عباد بن بشر رضي الله عنه اتضرب بالسهام وهو بيصلي، اتضرب بالسهام وهو بيصلي، ضلعه اتكسر ودمه نزف وهو ينزع السهم ويكمل صلاة. ايه اللذة اللي كانت في قلبه عشان ما يقدرش يسيب الصلاة وهو بيتجرح؟ ايه اللذة اللي كانت في قلبه؟ يبقى انت تقول لي مش مركز، ثم انت عارف انت بتركزش ليه؟ ليه؟ ده في الاول بس. في الاول ازاي؟ زي بالظبط اللي رقته تهببت بسبب السجاير ونفسه بيتقطع، اول ما يبطل سجاير يفضل نفسه لسه قصير ومش عارف يطلع السلم، انما شوية اول ما يتخلص من السموم اللي في رقته يرجع انسان طبيعي تاني. هو انت كده؟ ذنوب يا حبيبي، ذنوب وضلمة القلب جوه فانت مش عارف تخشع. انما لما تبدأ تصلي وتصلي صح وتحافظ على تكبيرة الاحرام وتصلي في جماعة هيبدأ بقى ايه؟ السواد ده يروح يروح يروح، هتبدأ تنور تاني وهتلاقي الدنيا نورت معاك. طيب هتنور معايا ازاي وانا اصحابي ما بيصلوش؟ يا عم ده انا من العشرة المبشرين بالجنة، اصحابي ما بيركعوهاش، مفيش حد منهم بيساعدني، مفيش حد بيشدني لما باجي اصلي اقول لهم يا جماعة حد يشجعني، مفيش حد بيشجعني. يعني انت الوقتي النبي عليه الصلاة والسلام مروي عنه من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. يعني ترك الصلاة مش بيحشر مع الزناه، ترك الصلاة ولا حتى بيحشر مع الكفرة، ترك الصلاة بيحشر مع مين؟ مع أئمة الكفر. لو اصحابك هيضيعوا نفسهم ويحشروا معاهم تحشر معاهم ليه؟ وكله هيتبرى من بعضه يوم القيامة لما تتمسك متلبس انت وهم بفعل اي شيء في الدنيا في وقت منادات الله ليكم ساعة الصلاة. ولو كل اصحابك ما ذاكروش مش هتذاكر، ولو كل اصحابك ما اشتغلوش مش هتشتغل، ولو كل اصحابك ما كلوش مش هتاكل، ولو كل اصحابك شربوا هيروين هتشرب زيهم. اخوانا ما ينفعش الانسان يبقى امعا في نقطة تتعلق بمصيره. ما عم الشيخ انت قاعد تكلمني من ساعتها انت عارف بتكلمني كده ليه؟ اصل انتوا ما زعلش مني ناس رايقه بالكوا رايق، انا ببقى بشد في شعري اما اشوف الناس الملتزمه قاعده تضحك، بيضحكوا على ايه؟ انتوا بالكوا رايق،
فعشان كده انا عندي هموم مش قادر اصلي، والله ما قادر. انا ببقى من الهم اللي جوايا مش قادر اشيل نفسي من على الكرسي اللي انا قاعد عليه، مش قادر. ببقى صاحي وقاعد في السرير بقالي ساعتين من الهم، مش قادر اشيل راسي من على المخدة. عندي هموم ومشاكل، وربنا عالم بقى باللي فيا واللي فيا مكفيني، مش قادر اصلي. طب ما تبقى زينا ويبقى بالك رايق. طب وما الموضوع بسيط، طب لما انت بتقولهم عاملين كده طب ما تعمل زيهم. يعني اسمع بقلبك كده، اسمع بقلبك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الله أكبر، فهو في ذمة الله. لو طلع رئيس الجمهورية الوقت ألقى بيان قال محمد أحمد في حمايتي، اللي هيقرب منه يشوف في حد يجرؤ يقرب منه. طب لما ربنا يقول فلان في ذمتي، عرفت الملتزمين بالهم رايق ليه؟ بس الملتزمين اللي بجد، اللي بيصلوا صح بجد، مش اللي واقف في الصلاة برضه ودماغه في الشرق والغرب، اللي بيصلي صح بجد عرفت باله رايق ليه؟ عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلحت صلح العمل كله في الدنيا قبل الاخرة. يعني صلي والصلاة هتصلح لك كل مشاكل حياتك، ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. طب انا والله نفسي اصلي، كلام ده جميل بقى، وانا نفسي اصلي، ادعي لي بقى ربنا يهديني. والله ناوي، بصوا والله ناوي يا جماعه، ان شاء الله انا عارف ان انا هصلي، انا عارف ان ربنا هيعيني ان شاء الله، وناوي وان شاء الله، بس ادعي لي بس يا عم الشيخ ربنا يهديني، وادعي لي. ادعي لك بايه؟ ما انتش فاكر صاحبك اللي مات مع فلانه على الطريق السريع بالعربيه اللي ابوه كان لسه جايبها له، وتنزلوا تحت عربية نقل، واهله دفنوا قبل الفجر خوف من الفضيحة ان حد يسألهم ابنكم مات ليه ولا مات ازاي، وهم سكتم والناس سكتت وخلاص. ما انتش فاكر، هو انت فكرك ان الموت بيجي كده ملك الموت بيخبط ويقولك ان شاء الله نص ساعة توبة ادخلك؟ ده في ثانية. مفيش الكلام ده. انت لو دخلت على واحد صاحبك في مستشفى وانت داخل الدكتور قال لك خد بالك بقى وايه، كلمه حلو ولو نفسه في اي حاجه اكلها له وهاتها له، لان هو 3 ايام ويموت طبيا، 3 ايام ويموت. دخلت بقى متخيل بقى ان هو ماسك السبحه وسجدة الصلاه واذاعه القران الكريم وفتح قناه اسلاميه، لقيته فتح قناه كليبات وماسك مجله وحشه وفتح على مش عارف ايه، فانت تقول ايه ده مجنون، ده 3 ايام ويموت. اهو اللي ما بيصليش اشد جنونا منه. ليه؟ لان ده الدكاتره قالوا له 3 ايام وتموت، انما اي انسان ممكن في لحظه يموت ويقابل ربنا. حد ضامن 3 ايام؟ يا عم اديني 3 ايام وانا ضامنهم والواحد يعبد ربنا فيهم، انما ده انت ممكن الفجر لو ما تبقاش من اهل الدنيا. يبقى قضيه ادعي لي لا، ما ينفعش. اتنين واقفين على شريط القطر والقطر جاي من بعيد وقاعد يطلع صفاره صفاره، فهم بيقولوا الصوت ده صوت ايه؟ فيقول له مش عارف. فواحد بيقول لهم ده قطر. يا عم قطر ايه؟ يا عم امشي من على الشريط، يا عم امشي من على الشريط ايه؟ مين قالك انه قطر يا عم؟ ده صوت اي حاجه تانية. اهو بالظبط يا جماعه، ده القطر ده يوم القيامه، والصفارات الانذار ديت هي علامات الساعه، وكل علامات الساعه الصغرى ظهرت، واول علامه للساعه كانت مبعث النبي عليه الصلاه والسلام. يعني القطر بتاع يوم القيامه بيطلع صفارات انذار من 1400 سنة، والناس مش مصدقة، وفي لحظة القيامة هتيجي. تضمن منين ان انت هتعيش؟ تضمن منين؟ ياما ناس خرجت من بيتها وما رجعتش، ياما ناس قالت يعني اتفقت على ميعاد واتفقت على وما عشتش، تضمن منين؟ يبقى في الحالة دي بقى يا شيخ، انا اللي منعني عن الصلاة سبب غير الناس دي كلها ايه؟ انا نفسي اعيش سعيد. هو انا لو صليت اعيش سعيد؟ يعني انا يعني لو انا صليت كده ولقيت نفسي، ما حبيب قلبي انت لو صليت صح، انا عايز اعيش سعيد، الصلاه تخليني اعيش سعيد. طب بص بقى، انت عارف اكتر حاجه تضحك الدنيا كلها عليك ايه؟ ايه؟ لو انت واقف كده وقاعد مهموم، فانا بقول لك انت مهموم ليه؟ قلت انا في حاجه معينه لو جات لي انا هعيش سعيد، انا مشاكل حياتي هتتحل، انا 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 اقول لك طيب انا هجيبها لك. فانت مستني ان انا اروح اجيبها واجي، فوجئت ان انا قمت مادد ايدي في جيبك وقمت مطلعها. تضحك على نفسك ساعتها ولا لا؟ ان سبب سعادتك كان جوه جيبك، هي دي الصلاة. انت عايز تعيش سعيد في الصلاة، انك انت تبقى يا ابني انت عارف يعني ايه انك واقف الوقت في صلاة العشاء ده ايه، وربنا من فوق 7 سماوات وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، من فوق 7 سماوات من على عرشه بيقول حميدني عبدي. انت عارف يعني ايه
انت مدرك اللي ربنا هيقول عليه كده؟ انت عارف يعني ايه لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ان العبد اذا صلى اقبل الله عليه بوجهه، اقبل الله عليه، ده نظرة رحمة من ربنا بتقلب مصير انسان. امال اقبل الله عليه بوجهه يعني مش نظرة. بنت حاتم الاصم لما الامير رمالهم الذهب واختنوا في لحظة وامها ضحكت وفرحت، البنت بكت قالت لها بتبكي ليه؟ قالت لها هذه نظرة نظرها لنا عبد، بقينا اغنية فكيف لو نظر لنا الله. ده هنا النبي مش بيقولك ربنا هينظر لك، ده بيقولك اقبل الله عليه بوجهه. يعني اطلب. لو انت ماشي في الشارع لقيت واحد قالك لو سمحت هو الساعة كام ومش عارف ايه منين، قلت له كده السلام عليكم وعليكم السلام، قمت انا جاي لك قلت لك انت عارف انت كنت واقف مين؟ قلت له مين؟ قلت له ده ملك السعودية. ايه؟ يا نار ابيض، ده انا كان في 50 حاجة كنت عايزة منه، ولو كنت اعرف انه هو كنت هو بالظبط كده. انتوا عارفين النبي علمنا بعد ما نصلي الفريضة نقرأ آية ايه؟ آية ليه؟ آية الكرسي. انت عارف ليه؟ لان آية الكرسي بتتكلم عن عظمة الله. كأن النبي بيقول لك بعد ما تخلص الصلاة انت عارف انت كنت واقف بين ايدين مين؟ يا نار ابيض، انا كنت واقف بين ايدين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، انا كنت واقف بين ايدين العلي العظيم، يا ريتني كنت طلبت كل اللي انا عايزه منه. عارفين انتوا لو خليتوا الصلاة هي وقت الدعاء في السجود هتغيروا حياتكم، والصلاة نفسها هتتغير. خلاص يا شيخ والله ده يعني كلام جميل جدا، بس انا ما اقتنعتش باللي انت قلته. نعم اقتنعتش باللي انا قلته. طيب استناني برا الجامعة نوت بعد الصلاة كده نتفاهم مع بعض بأي وسيلات اخرى. ليه؟ اصل يا عم الشيخ انت عايز تقول لي يعني ان المصريين 90 مليون والوطن العربي 300 مليون والمسلمين مليار ونص، منهم يجي 3/4 مليار ما بيصلوش، عايز تقول ان كل دول رايحين النار؟ انا احسن من الناس بتصلي كتير قوي 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 قوي، وانا بتصدق وقلب ابيض ونضيف وامين وكل حاجة جميلة بعملها. مين اللي قالك بقى ان ربنا هيدخل اللي بيصلي ووحش الجنة وانا اللي ما بصليش بس حلو بس انسان كويس ربنا يدخلني النار؟ ازاي بقى؟ هقولك حاجة، الصلاة هي الحاجة اللي لو ما عملتهاش وعملت كل حاجة تاني في الدين ما يتقبلش منك. ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، العهد الذي بيننا وبينهم ايه؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا عم الشيخ انت بتقول كلام ايه؟ كفر ايه؟ الفقهاء مختلفين. انت عارف مختلفين في ايه؟ في ترك الصلاة. مختلفين في ايه؟ مختلفين يا حبيبي، اللي ما بيصليش هيخلد ابد الابدين في جهنم ولا هياخد بس اشغال شقة مؤبدة في جهنم؟ بس هو ده اللي اختلف بينهم. انما هم ما اختلفوش ان ترك الصلاة اشد عند ربنا من الزاني والقاتل والسارق وشرب الخمر والمرابي. هم بس اختلفوا اللي ما بيصليش لو جمع مراته يبقى زنا ولا مش زنا، اللي ما بيصليش لو مات ولاده لو ورثوه يبقى مال حرام ولا مش حرام، اللي ما بيصليش لو مات يتدفن بين المسلمين ولا يتحفر له حفرة في الصحراء ويترمى فيها، اللي ما بيصليش لو شهد لو جوز بنته ينفع ولي شرعي ولا هو مش مسلم اصلا ما ينفعش يجوز بنته. هو ده الخلاف. انما ما اختلفوش ان اللي ما بيصليش لو مات لو اهل الارض اجتمعوا وقعدوا يصللوا اليوم القيامة لا تجزئ عن ركعة واحدة من الفريضة راحت عليه، ما عادش ينفع خلاص هيقابل ربنا من غير صلاة. ما اختلفوش في الكلام ده. يبقى انت ازاي بتقول اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش. يبقى يعني خد بالك بقى ان الصلاة والصيام والصدقة اللي انت بتقولهم والقلب الابيض ده كله هيتحط في كفة ايه يوم القيامة؟ كفة الحسنات طبعا. عم الشيخ جميل قوي، انت عارف اول ما تحط في كفة الحسنات هتقوم محطوطة الصلاة الفاسدة جنبهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال واذا فسدت فسد العمل كله، كل العمل يحبط. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي المؤشر بتاع الميزان جاب صفر تاني اول ما الصلاة الفاسدة تتحط. يعني مفيش فايدة غير ان احنا نصلي، مفيش فايدة غير ان احنا نقبل على الله. الوقت يا جماعة، الدرس بتاع الليلة نور حياتك بالصلاة الجزء التاني. انا كان هدفي فيه ان احنا نحاول نستقصي اللي ما بيصلوش ما بيصلوش ليه. اتكلمت مع شباب على القهوة، اتكلمت مع ناس، قعدت مع ناس ما بيصليش ليه؟ ايه اللي منعك عن ربنا؟ مش لاقي حاجة. انتوا سمعتم تقريبا ده معظم الكلام اللي بيتقال، الا بقى في شويه حاجات تانية عشان المنوكير. لو اتوضيت المنوكير ما ينفعش اتوضى مع المنوكير فما بصليش عشان المنوكير. عامله شعري لو اتوضيت ومسحت على شعري المكوى اللي انا عاملاها هتبوظ،
بنات كتير جدا ما بيصلوش بسبب الكلام ده. طب اقول لهم ايه اذا كان واحده ما بتصليش بسبب كده؟ اقول لها ايه؟ نعمل ايه عشان الناس تعرف يعني ايه صلاه، عشان الناس تقدر قيمه الصلاه، عشان الناس تعظم قيمه الصلاه، عشان الناس تعرف يعني ايه ان انا مع ربنا ما يستاهلش 10 دقايق من وقت اقف فيهم بين ايديه، ان انا لقيت حاجه وقت لكل حاجه في الدنيا ومش لاقي وقت لربنا. نعمل ايه عشان الناس تتغير؟ كنا مع بعض يا جماعه عبر لقائين بنتكلم عن نور حياتك بالصلاه، بنتكلم عن اخطر قضيه في المجتمع بعد قضيه الكفر، قضيه ترك الصلاه، قضيه ترك الصلاه. الدرسين دول في رقبتكم كلكم قدام ربنا، الدرسين دول في رقبه كل واحد سمعهم قدام ربنا. انا الوقت اللي بقوله لربنا الا هل بلغت اللهم فاشهد، انا قلت لكم بقوا في رقبتك قدام ربنا وفي رقبتك قدام ربنا، ان كل واحد تعرفه، ان كل واحد معتقد ان هو ما بيصليش لازم توصل الكلام ده ليه، لازم يبقى في رقبتك انك انت تعرف الناس يعني ايه صلاه. لازم يا جماعه يعني حاولنا ان احنا نجمع مع بعض في المرتين الشبهات كلها، واللي بتقول لك انا كاشفه شعري، واللي بيقول لك انا وقعت في الزنا، واللي بيقول وكل الكلام اللي سمعناه في حياتنا. حاولنا المره اللي فاتت ان احنا نخاطب الضمير، نخاطب القلب الحي، نخاطب اللي عايزين يعيشوا سعداء، نخاطب الناس اللي حاولنا نخاطب على قد ما نقدر القلوب. المره اللي فاتت حاولنا نكلم الناس عن اخر وصيه للنبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت، حاولنا ان احنا نتكلم الكلام ده. انا الوقت قلت قدامكم انتوا كام واحد، انما لسه في امه، انتم اللي عليكم ان الكلام ده يوصل للناس، سواء تسمعوا تتكلم بيه، سواء تاخدوا في سي دي وتنشره او تشغله او تعملوا على MP3 وتنزله. لازم نتكلم عن الصلاه، لازم نقاتل عشان الناس ترجع لربنا، لازم نموت نفسنا عشان الناس تتوب الى الله، عشان لما نقابل ربنا، ربنا حبيبك، ربنا يرفعك لجواره في الفردوس الاعلى، لانك عشت تتكلم عنه فربنا حبك، لانك بتتكلم عنه، لانك عايش عشانه. لازم نكافح في وسط المجتمع اللي اتملى علمانية واتملى ليبرالية واتملى معاصي واتملى تبرج، وللأسف الزنا كتر، وللأسف المواقع الإباحية، واحنا بنتكلم الوقت حوالي 1,000,000 شاب وفتاة قدامها، واحنا في الوقت ده حرام ان قضية الصلاة تبرد في دمنا، لان المجتمع لو صلى صح، لو صلى صح كل المعاصي دي هتتنسف. الصلاة اقوى من اي معصية، زي ما ربنا اقوى من اي مخلوق، وزي ما الجنة اقوى واجمل من الدنيا. لازم نكافح عشان الكلام ده يوصل للناس. احنا الوقت جايبين لكم التورتاية، والتورتاية مكتوب عليها الصلاة، والتورتاية المرة دي كبيرة جدا يا جماعة. انا عايز حد بس كده ايه يجيب لي حتة منها كده واحنا بنقفل في الدرس. يعني اللي ابنها ما بيصليش، اتق الله، اتق الله، انت الحل بتاع ابنك. يعني انا تعبت مع اولادي 2 أسبوع وصلوا، ايه المشكلة؟ اتعبي من وهم صغيرين، اتعبي انك تصلي معاهم كل صلاة جماعة، وانت اتعب مع اولادك. اللي جوزها ما بيصليش انت الحل، ما تقوليش هتقولنا شيخ، انت الحل. كافحي مع زوجك صلاة صلاة يا جماعة، هي اسبوع، اللي هيتعود على الصلاة اسبوع هيبقى الصلاة سهلة جدا عليه. الموضوع تعود والله، الموضوع كله تعود، بس صبر في الفترة الاولى، وإلا كل الملايين دي بتصلي في الامة ازاي؟ اذا صلاة الجمعة اصعب من صلاة الجماعة ولا اسهل؟ اصعب من صلاة الجماعة، لان صلاة الجمعة فيها خطبة وفيها الامة كلها مش بتصلي الجمعة. صلي الجمعة، طب ازاي بقى بيصلي الجمعة؟ اتعود. الناس بتصوم رغم ان الصيام اصعب من الصلاة 1,000,000 مرة للي ما بيعرفش، اللي بيعطش، انما تعود. صلاة الجماعة يعني لو انا عرضت عليك وظيفة 5 ساعات ب2,000 جنيه في مصر، ووظيفة 10 ساعات ب50,000 جنيه في السعودية، تختار ايه؟ انت اخترت خلاص، تختار ايه؟ تختار ايه؟ تختارت مصر، انت هتكلم في ايه؟ انت اخترت مصر خلاص، انت تختار. احنا طبعا اختار مصر عشان الدعوة الى الله، ما سيبش دعوتي ابدا ولو عرض عليا مليارات الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يسبق قلوبنا. انما يعني لو شاب بيفكر بمنطق الوقت عايز اتجوز هيختار السعودية. طب انت الوقت معروض عليك صلاة ب1,000 حسنة وصلاة ب27,000 حسنة، ازاي تسيب الجماعة؟ زي ما السلف قالوا، قال لك المؤمن في المسجد زي السمك في المية، والمرافق في المسجد زي الطرف القفص. فانت ربنا فتح لك بيته،
انت المسجد بالنسبة لك انت طرف قفص ولا سمك في مية؟ سمك في مية طبعا. هي ديت بالنسبة للنساء اصلي صح ازاي؟ الراجل يصلي صح انه اول ما يسمع الاذان لانه راجل يقوم ايه؟ يقوم يروح يصلي. يعني اللي ما بيصليش ده يا جماعة الفقهاء قال هما اتنين بس انا بيصلوش اللي هي الايه؟ الحائض واللي عندها ايه؟ نفاس. يبقى اظن مفيش حد منكم عنده مشكله في النقاط ديت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اظن اللي يعني مش هيجي اقول لك صلي طول، اصل عنده ظروف. مفيش ظروف خلاص، الراجل ما عندوش ظروف، هي الست اللي عندها ظروف خلاص الله يعينها. طيب بره الظروف الست تصلي صح ازاي؟ اول ما تسمع الاذان زيك زي الراجل. انا اول ما بسمع الاذان بقطع حياتي، لو قاعد مع مين الا بقى يعني ده نيتي مش عملي، دي نيتي خلاص اقطع حياتي واروح لربنا. انت اول ما تسمع الاذان توقفي كل حاجة، لا الطبيخ هينفعك ولا جوزك لما يقول ما شاء الله المحشي النهاردة كان مش عارف ايه هينفعك، تقومي واقفة فورا متوضية واقفة على سجادة الصلاة مصلية السنة وتقولي شوية اذكار كده وشوية ذكر تهيئة قلبك بيه للصلاة لمدة 10 دقائق ربع ساعة ما بين الاذان والاقامة، وتقومي قايمة مصلية. يبقى انت الفريضة، يبقى انت كده زيك زي اللي صلى في الجامعة، يبقى انت كده زيك زي اللي صلى في الجامعة بالظبط. قطعت حياتك ساعة الاذان وقعدت لك 10 دقائق بالاذان والاقامة، صليت فوق السنة وقرأت لك صفحة القرآن، هيأت قلبك للصلاة، لان ده من اعظم اسباب الخشوع في الصلاة انك تهيئ قلبك للصلاة قبلها، انك انت تحمل الدعاء بتاعك وطلباتك من ربنا على السجود بتاعها، تقوم الصلاة تفرق في حياتك. الوقت يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للتورتاية بتاعة الصلاة يعني ان شاء الله باذن الله محدش جي ليه؟ ما تقوم يا حد يجيب سكينة لا مش حرك حد يجيب سكينة خلاص انتوا احرار. انا كنت اكل حتة من التورتاية، هاكل حتة من الفاكهة خلاص يعني مش الفاكهة احسن من التورتاية ولا ايه؟ فان شاء الله باذن الله التورتاية دي هتتوزع بقى على الورش بعد الصلاة سواء الرجالية او النسائية. ان شاء الله هنشق التورتاية نصين، هندي نص للورش الرجالية وهندي نص للورش النسائية، وان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا وتبقى سنة حسنة كده. كل ما نعمل حملة شبابية هنتكلم هنعمل ايه؟ هنجيب تورتاي ان شاء الله باذن الله ربنا يعينكم. الحمله الشبابيه الجايه ان ربنا اذن هتبقى في اجازه نص السنه ان شاء الله، هتبقى عن الالحاد، هتبقى عن اليقين في وجود الله والشكوك في وجود الله وقضيه الالحاد. ربنا يعيننا كده باذن الله. في خبر جميل جدا لاخواننا، ايوه اهو استاذ سيف اهوت. في خبر جميل يعني ان شاء الله باذن الله ابو سيف اللي هو مدير عمره التربيه 3 النهارده معانا ان شاء الله، والعمره خلاص بفضل ومنه الله كده خلاص تمت اداريا، وهو بعد العشاء هيمسك المايك باذن الله ويعلن عن العمره ويكلمكم عن تراتيبها الاداريه، واللي عايز اي سؤال منه يساله فيه واحنا في المسجد باذن الله سبحانه وتعالى. وهو المفروض ان هو بالتاكيد هيقول هو فين، هو المفروض هيقول معاك رقم تليفون مش كده، هتعلن رقم تليفون عشان الاخوات اللي عايزين يتصلوا ويعرفوا يعني ايه يعرفوا العمره. انتوا بقى باذن الله سبحانه وتعالى اللي الواحد صاحبه اللي عنده شاب عارف ان انقاذ دي عمره تربيه. يعني عمره تربيه يعني هي شباب في بعض، يعني طالعين 10 ايام ان شاء الله نعتكف في الحرمين، طالعين باذن الله اسمها عمره. ليه؟ لانك بتعمر بيت ربنا بالعباده فربنا بيعمر لك قلبك بالايمان، يعني عمره، يعني احنا رايحين نعمل عمره لايماننا. فان شاء الله تبقى عمره شبابيه، تبقى عمره تربويه، تبقى عمره فيها منهج تربوي قوي باذن الله. هنبقى صحبه مع بعض ان شاء الله، الواحد مستبشر بهذه العمره جدا باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. هتبقى العمره دي 7/2 يعني اول يوم سبت بعد اجازه نص السنه، عشان نوفر حوالي 1200 جنيه في الفلوس، لان العمرات اللي في اجازه نص السنه غاليه جدا، فقلنا اول سبت بعد اجازه نص السنه هي اسبوع، يعني هيبقى اللي راح مننا سواء في بعد اجازه نص السنه هو عباره عن اسبوع، يعني الدنيا سهله بفضل ومنة الله، ولكن هتبقى صحبه ان شاء الله من الجنه، وهتبقى ان شاء الله صحبه عاليه. اللي معهوش فلوس يروح يستلف، اللي معاه فلوس يدفع لاخوه وزميله، والدنيا ان شاء الله تمشي. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.